عبدالله حاشي عمد دليا عبدالله محادنا ولا صحي جستان وربحنا ياسمي واي الله صحي النفس بس الله يالو مالك شلي هاي قوتني واقرت ايه الحين اللي هذا الجير سوني هاي عبرني شاني باقي لك واحد شانتي من لبقيتك اوت الغفو يا اوتك قدج هاي لبقيتك الانجير وقال ما واحد مغلا دواب هاي يسوى مدين دي سمجي هذي راح حباب قبينو حباب قيس بعد عيس كقيل مي هاي كيبا سوق حي كي قوت عن قريك يا ري فواحد يجير كنقو إذا كيك راح بيشن كاسس كاس هذا نو يحب قيل الرعاري هاي أفر تودي ما سوق يا ري لبنا أوتي بس هو صاري لبنا هو حاجة تأكل سوحي بس بس سوق حي أفر تودي ما حب قيل تكيرا هاي كيف يسوى حنا ماش تغيان بيجود من شوي سنة ويا مركب معاه هي ضد كان أفر تودي أتي أفر إيه نبقى واحد يا روح هذا موجود نبنا واسدين شنو تقولي لنا السلاوي وين من حلو كله نفقع كده ما تعيشين أفر جروب أفر جروب دواعي ده شاب بيجي يجيبون فين واقف مركب هذا واحد كويس أن سولد أتكلم إن وردية أمين يا ماني باه وده يدي عن نايدا واقف مركب حاط الرجال أجي حوله أجي حقه قصبي كير اللي سوى ده ده شاقر يا عيا يبدو بسي واقف اللي بقى سعره يوحي كان يبغى وده يخرج تاني يا قصتي حالا دوارت محاط كوكي مايلة هيد محاط كوكي مايلة مركب لقى صوت قدرت كان قصة دا كعب صوت نفقة درة عاد كوسا وضي صي اليوم ما كل واقع داني يهاد كور عنو أنا ولي أرجع أفرنين ولما نستر له وش عمود لما نديك كده لما ندوك كده بدو أخورش تو خورش حتى قرر كوساري وعند أرك تلعب بين غذين أرك تلعب من غذين حبنا مش ويش بكتير يروح ما قفتو بيوه وش يعني حبتو زارقين مركي يا حنونا ونوع عصبة ذين دار عبارة بعض معنى هذا كوضع وحا هو النفق العان ويهو النفق العان شم بلور هو عبد يشاه بقي سيبوك الله وحا عان سوحني يوم فلنا يشوف هلو مقع عقول على دونا يا وانكم اغلا وانكم اغلا يا عبدي سعيد محمد عبدي يو بل اذيقونا محاد عبشايو قبتا محاد حالد نوغو تلبامي كرتا محاد سواح ورا نوغو بيرن كدا عبدي وانكو تلبامي كرا حالد و احنا حالد بلارن وي حالد بلارن وي اذيقو مردي هدي سريع جيل باو حوق بنا هدي لبدا اسكسان حالد و بلارن تاي مقرد حولي محاد كسي وري رقلي مركا لقدتاقو لنا عنا فقد درادا وكعبري يي ninki ka horeeyay faadana faadaran waa dad cidow iyo waa een halkaas waxaan qaaday waxa weeye cudurka ma qabaan hadheer laakiin waa hayaa xumo iyo nafaqo darro weeye waxa ay la farfadhiyaan ama la indhaayeen markay qaabka u dhabeeleen bal taas dadka uga warbixii qaabka ay u dhabeeleen waxa weeye nimankan furin bay joogeen laba bilood oo bay soo jeedo dhig banayn ahaayeen een بر iyo shibigay madaw faara qortugaaliga u aha haye hadasa selayn dabeelan nina kaas diiglaan bay leeyna faqadaray diiglaan bay leeyna dabeelan bay hada waa inta qof waa jaafar nin weeye hadri tahayna farnin weeye kuwa kalena hadheer waa ee sheeganayaan inda hadri waa ciiriga waxaan iga rugan beelay laakiin waa afar waa laba waa yahay dhinaca aruraha iyo dubarka iyada ka waran xaaladda faqadarada aruraha laftiyoodu waa jireen waa xamseeyeen xaalad aan iyo nafaqo darro iyo bayla wada xamseeyeen oo halkan maareeyay aan way ballaaran tahay adiga la xaalay ma kula tahay in hadii Ilaahay raxmadiisa uu keeno si dhaqsiya in dadkan dhibaatooyi soo gaadhay mid si sahlan looga soo kaban karo ma kula muqata waa waxa ay awl xoolaha lagu kaban jiray xoolaha ay dhamaadeen maxaa lagu kabanayaa beelada waagis di xooluhu ka dhamaadaan dadku xooluhu waxay ka xooluhu baa lagu kaban jiray ama subag bay lahaan jireen ama caano lahaan jireen ama hilib bay lahaan jireen xooluhu hadday maartay iska dhamaadaan waxba lagu kaban miyaan isleeyaan waa hadda